تحياتي لكل عم بتابعونا عبر موقع الفن بفقرة التوقعات وتوقعاتنا للمرحلة المقبلة اللي رح نشهد فيها تعيين السفير الجديد لقطر ببيروت ودعم قطري للحل السياسي بلبنان ولكن برعاية سعودية. حنشوف كمان تحريك الأوضاع الأمنية والعسكرية على الحدود اللبنانية مع العدو الإسرائيلي وعودة العلاقات الدبلوماسية بين طهران والقاهرة. هذه كانت توقعاتنا للمرحلة المقبلة. ضلكم بألف خير وباي باي.